3 هيدا صار ها شكرا 4 1 مور اند 5 دي بقى بتحرك العضلات الجسم التويست دوت من ضمن الحاجات ان التمارين فعلا اللي بتشغل الاوبليكس بتشغل المسلز في العضلات البطن الجانبيه دي وهي عضلات مهمه قوي ودي اهم حاجه كلنا عايزين نخلص من الدهون والكرش فالتمرين ده حلو جدا للكابلز في البيت اسرع التمارين فعلا اللي تخفف البطن فعلا ومسليه جدا شكرا يا كوتش صباحك زي الفل باي باي